أيضا حصريات الصدى مستمرة، وهذه المرة مع نجم نادي الباطن اللاعب المغربي الهولندي أيضا محمد رايح، الذي تحدث عن وضع الفريق الحالي وعن سبب وجودهم في مناطق الخطر، وهل سيبقى في حال هبوط ناديه أم سيرحل. طبعا عايدة السعدي ومعه كل التفاصيل. بعدينك فهمني جمالك محيرني، ليلي ما ينايمني بس افكر بيك، لما تيجي على بالي واضحك عن حالي واتخيلك قبالي واضم ايدي بيدي. الباطن في هالموسم تحديدا يعني لم يقدم نفسه بشكل جيد، والان يصارع او اقترب من منطقه الخطر. ايش اللي قاعد يصير في الفريق الان؟ نعم، الوضع الحالي يشبه ما حدث في الموسم الماضي. علينا الاجتهاد وتقديم أفضل ما لدينا للبقاء، فعلناها الموسم الماضي وعلينا أن نكرر الأمر. جمهور الباطن يعني على أعصابه مثل ما يقولون، إيش تطمنهم فيه؟ إن شاء الله يتشابه حالنا الحالي مع الماضي، ولكننا بقينا نهاية الموسم في الدوري، وهذا ما سنقوم به لأجل الجماهير إن شاء الله خير. انفرد رايحي، روح روح، راح 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 راح. هذا العام لا يجانبنا الحظ، الكثير من المباريات نخسر بها في الدقائق الأخيرة، كما هناك بعض المشاكل مع الحكام. سنحاول أن نقدم كل ما نملك وسنكون أفضل إن شاء الله. إن شاء الله وببتر. انطلاقة جميلة، انطلاقة حلوة، المرور والتهديف. الأمر متروك للنادي وليس لي، لا يمكن أن أتحدث عن عقدي. طبعا أتمنى له كل التوفيق، سجل اليوم هدف وإن شاء الله القادم أجمل.